الفقيه اللغوي الفيروز آبابي في كتابه الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر أن الإجماع القولي والعملي منعقد على استحباب الزيارة إن كان بسفر مع شدة حال أو بغير سفر. هذا إجماع قولي وإجماع عملي من عهد الصحابة وإلى اليوم. واسمعوا يا إخواني، قال في نفس الكتاب: ولئن جاز السفر بقصد التجارة المباحة، فإذا كان هذا السفر حلال بالإجماع فكيف بالسفر لقصد وبقصد زيارة خير خلق الله على الإطلاق محمد؟ هل يقول مسلم إن هذا سفر مباح جائز بالإجماع والسفر بقصد زيارة القبر شرك ومعصية وحرام وضلالة ولا تجمع في هذا السفر الصلاة ولا تقصر؟ لا والله لا يقول ذلك مسلم، بل هذا تقي الدين الحسني كفر من يحرم السفر بقصد زيارة قبر النبي. الأمة على ذلك من عهد الصحابة وإلى اليوم. فهذا السبكي والقاضي عياض والحافظ ابن عساكر والسنودي رووا عن الصحابي الجليل عن بلال مؤذن رسول الله أنه سافر سفرا طويلا من أين؟ من دمشق إلى المدينة المنورة، وكان ذلك في زمن خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه. هل للحج؟ لا. هل للعمرة؟ لا، إنما سافر وشد الرحال، وهذا سفر طويل بالإجماع من دمشق إلى المدينة بقصد زيارة قبر النبي. ثم ماذا قال الحافظ السبكي في هذا الأثر؟ قال: إسناده جيد، لأن المجسم المشبهة يقولون هذه قصة مكذوبة أو موضوعة أو إسنادها ضعيف. السبكي جود إسنادها، قال: إسناد جيد في حادثة بلال، في أثر بلال. واسمعوا يا إخواني، هذا السفر الطويل شهر بين كل الصحابة في ذلك الزمن أن بلال فعله، فمن من الصحابة أنكر على بلال؟ وهذا في اليقظة ليس في المنام. عمر، عثمان، علي، الحسن، الحسين، كل الصحابة الذين كانوا في ذلك الوقت أقروا بلالا، لم ينكروا ولم يعترضوا، لم يحرموا، لم يفسقوا، لم يبدعوا، لم يضللوا من فعل ذلك. هذا إجماع سكوتي من الصحابة على السفر الطويل مع شد الرحال بقصد زيارة القبر الشريف. فماذا يقولون في بلال؟ الذي ائتمنه الرسول على بيت مال المسلمين، وائتمنه على شعيرة من شعائر الدين على الأذان، والذي قال فيه: الجنة تشتاق لبلال. عندهم هذا سفر معصية، بل قال إمامهم الحراني: إن السفر الطويل مع شد الرحال بقصد زيارة القبر، قال، لا يفعله إلا جاهل أو كافر، بل وقال: إن هذا السفر سفر معصية لا تجمع فيه الصلاة ولا تقصر. انظروا بماذا يحكمون على صحابة رسول الله، انظروا بماذا يحكمون على بلال الذي ائتمنه الرسول على الأذان وكان يقول له: أرحنا بها يا بلال. هذا بلال، من كفره؟ من فسقه؟ من بدعه؟ والأثر إسناده جيد كما قال السبكي في كتابه شفاء السقام. أيها الأحبة، لم يعترض عمر على فعل بلال، وكلكم يعرف من هو عمر.
لو رأى شركة أو ضلالة هل كان يسكت؟ هل عمر جبان؟ هل عمر خائن ليسكت عن انتشار الفساد والضلالة والشرك في الصحابة فيرى ويسكت ولا ينكر؟ هذا لا يليق بعمر ولا بأحد من الصحابة. إذن لماذا لم ينكروا على بلال على زعم المجسمة؟ واسمعوا يا إخواني، أقوى من ذلك، روى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه حبيبهم الذهبي على تصحيحه. هذا الذهبي المشبه المجسم وافق الحاكم على تصحيح هذا الحديث. ماذا ورد في هذا الحديث؟ اسمعوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليوشكن، يعني قرب، صار قريبا، ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا ولا يسلكن فجا حاجا أو معتمرا ولا يأتين قبري حتى يسلم علي ولا أردن عليه. الحج في مكة، العمرة في مكة، لا يتوقف صحة ركن من أركان الحج والعمرة على المجيء إلى المدينة. إذا سفر عيسى المسيح النبي الرسول المسلم المؤمن عندما ينزل من السماء ويذهب إلى مكة حاجا أو معتمرا، يعني أنهى، ثم يسافر يشد الرحال سفر طويل من مكة إلى المدينة، ليس كما يقولون تنوي زيارة المسجد، هكذا هم يقولون، تسافر بقصد زيارة المسجد. الرسول قال: ولا يأتين قبري، ما قال ولا يأتين مسجدي، قال ولا يأتين قبري حتى يسلم علي. القصد من السفر مع شد الرحال بفعل الأنبياء هو قبر محمد عليه الصلاة والسلام. قال: ولا يأتين قبري. فبماذا يحكمون على رسول الله محمد أنه أخبر عن ذلك وأقره ولم ينكر؟ وماذا يحكمون على نبي الله عيسى وعلى رجال السند وعلى الرواة والحفاظ الذين رووا هذا الحديث من غير إنكار ولا تكفير؟ هذا فعل الأنبياء، يسافر عيسى بقصد زيارة قبر محمد، وهم يقولون سفر معصية، وهم يقولون بدعة وحرام، شرك وضلالة، ولا تجمع فيها الصلاة ولا تقصر بزعمهم. أهم أفهم من أنبياء الله؟ أم أنهم أفهم من صحابة رسول الله؟ بل هم كما قال الله في القرآن الكريم: ويتبع غير سبيل المؤمنين. اتبعوا غير سبيل المؤمنين. هؤلاء المشبهة المجسم الذين يحتقرون الرسول ويقولون جيفة، يقولون جيفة، يقولون طارش، يقولون لا ينفع، يقولون مات وانتهى، هؤلاء ينطبق عليهم هذا الوعيد: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا الذي ينطبق عليهم. وروى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شذ شذ إلى النار. وهؤلاء شذوا عن القرآن والحديث والإجماع القولي والعملي. واسمعوا يا إخواني، فإن أنكروا لكم أو ضعفوا حديث من زار قبري وجبت له شفاعة، فكيف الرد؟ منهم من يقول باطل، منهم من يقول منكر،
منهم من يقول موضوع، وإذا أرادوا أن يخففوا العبارة قالوا ضعيف، على أن الحراني المجسم إمام المشبهة يقول لم يصح من أحاديث الزيارة في شيء بزعمه، يعني يضلل الأمة الذين صححوا هذه الأحاديث. والتصحيح والتضعيف وظيفة الحفاظ، كما قال الحافظ السيوطي: وخذه حيث حافظ عليه نص أو من مصنف بجمعه يخص. وهؤلاء المشبهة اليوم لو جمعوا من كل الأرض لا يطلع فيهم نصف حافظ واحد، فليس لهم أن يتكلموا في التصحيح والتضعيف، هذا وظيفة الحفاظ، وهم ليسوا من هذه الوظيفة ولا من أهلها. بل اسمعوا ماذا قال العلماء في هذا الحديث: من زار قبري وجبت له شفاعتي. رواه الحافظ البيهقي والحافظ البزار والحافظ الدارقطني من حديث عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعة. الآن انتبهوا، الحافظ السبكي في كتابه شفاء السقام أو شن الغارة على من أنكر سنية الزيارة، هذا اسم آخر لنفس الكتاب، ماذا يقول؟ يقول: وليس في رجال سند هذا الحديث متهم بالكذب. ثم ماذا يقول؟ يقول: فهذا الحديث بمجموع طرقه يرقى إلى درجة الحسن. لماذا؟ الرواة الذين رووا هذا الحديث ليس فيهم من هو متهم بتعمد الكذب. ثم الروايات المتعددة لهذا الحديث تعضده فتتقوى بمجموعها فترقى إلى الحسن، كما بيّن ذلك الحافظ السبكي. وإليك ما هو أقوى من ذلك وأعجب، ما هو؟ أن الحافظ الضياء المقدسي قال عنه صحيح، قال عنه صحيح، وهذا في كتابه الأحاديث المختارة، بل وصحح حديث الزيارة الحافظ سعيد بن السكن. واسمعوا ماذا قال الذهبي الذي هم يحبونه وهو إمام فيهم، قال: فهو حديث حسن لغيره، حسنه. وهذا القاضي الخراعي في كتابه، اسمعوا لاسم الكتاب: الفوائد الحسان أو الصحاح، العنوان يعطيك معنى الحديث أنه صححه أو حسنه، والكتاب طبع ونزل في الأسواق، للقاضي الخراعي تحت عنوان صحيح أو حسن روى هذا الحديث: من زار قبري وجبت له شفاعتي. بل وأورده الحافظ السبكي للعمل به. هذا إذا أردنا أن نتكلم في الحفاظ ومن صححه أو حسنه. ماذا بقي؟ القول بتضعيفه. إن قالوا ضعيف قل: قال النووي والحافظ ابن الصلاح: الجمهور، يعني جمهور علماء المصطلح، على أن الحديث إذا كان ضعيفا وله أصل يجوز العمل به وتجوز روايته. هذا إجماع من أهل الفن المصطلح. واسمعوا ماذا قال الإمام أحمد نفسه، قال: كنا إذا روينا الحديث في الأحكام تشددنا. هذا من؟ أحمد الذي ينتسبون إليه كذبا وزورا، وهو بريء منهم لأنه منزه، ويقول: من قال الله جسم لا كالأجسام كفر، ويقول بالتأويل، ويقول بالتوسل، ويقول بالتبرك، أحمد بن حنبل، لكنهم يتغطون به وهو بريء منهم. هو يقول: كنا إذا روينا الحديث في الأحكام تشددنا، وإذا رويناه في الفضائل تساهلنا. هذا في الفضائل زيارة القبر. ماذا بقي لهم؟ ماذا بقي عندهم في أمر الزيارة؟ حديث في البخاري
وليس معناه كما قالوا لا تشد الرحال. هذا الحديث لا يعطي تحريم السفر بقصد زيارة القبر، لا تشد الرحال، انتبهوا، إلا إلى ثلاثة مساجد. الكلام عن أي شيء؟ عن السفر للمساجد، ليس في النهي عن السفر للقبور. الرسول ذهب إلى قبر أمه، زار قبر آمنة في الأبواب، وهذا في صحيح مسلم، وهذا في صحيح مسلم. إذن الرسول يقول لا تسافروا للصلاة في مسجد من مساجد الدنيا إلا لأحد هذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام أو المسجد الأقصى ومسجد هذا، وكان الرسول في المدينة. يعني إذا أردت أن تسافر من بيروت للصلاة في مسجد المغرب الكبير، كأنك ذهبت فصليت في جامع البسطة الفوطة. هذا مثل هذا، هذا معنى الحديث. يعني لا مزية في السفر للصلاة في مسجد من مساجد الدنيا إلا بهذه المساجد الثلاثة، لأن المضاعف فيها أكثر من غيرها من مساجد الأرض. وليس فيه لا تسافر لزيارة قبري، أين هذا؟ لا بالتصريح ولا بالتلميح، لكن من لي بهؤلاء الذين قلبوا الحقائق؟ لكن من لي بمن لا يفهم؟ من لي بمن لا يعرف العقيدة ولا التنزيه ولا اللغة ولا الإجماع؟ كيف يفهمون وقد أشربوا في قلوبهم حب المخالفة والشذوذ والانحراف وتكفير الأمة والعياذ بالله، وتكفير الأمة والعياذ بالله تعالى. هذا الحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، فيه البشرى للمسلم الذي يسافر مخلصا بمال حلال ولا يضيع فرضا من الفرائض في هذا السفر، ويأتي قبر الرسول فيسلم عليه، الرسول يرد عليه السلام، وتكون له البشرى.